لو جايز كيفكم؟ نعم الفيديو المنتظر اعظم دراما صارت بالتاريخ. اسمع اسمع في اشي مميز بهاي الدراما انه كل حدا مهتم فيها، جد كل حدا بده يعرف شو اللي صار. امبارح كنت بصيدليه، سالني الصيدلاني ايش اللي صاير، انه شو اللي صاير مع بيسان وغيث. اوكي خليني اشرح لكم القصه من البدايه. فيا سيدي الاسبوع الماضي كان عرس غيث وساره، حشرح عن طريق الرسم عشان تكون الصوره اوضح. هاد غيث، غيث مروان، بيو اوكي ساره، سوري سارة. قاعدين بتزوجوا بأمان الله بحفلة بعرس، أوكي أجواء بالتوب. كنت هناك ما حسيت بالموضوع اللي صار هاد بالمرة، يعني ما حدا حس بالموضوع، أوكي بس هيك صارت انقلات حكي شوي جوا العرس يعني، بس ما حد كان عارف جد شو عم بصير. أوكي هدول قاعدين بتزوجوا فلة أجواء بالتوب. بينما هم بتزوجوا إيش كان عم بصير؟ كان في أم البيس برا هون. أم البيس أخوان رسمي لا يرمز للشخصيات بأي طريقة، يعني مش متحيز بالمرة. فأم البيس برا مع تنتين من صحباتها، بس هدول نثريات مش مهمات هيك، هدول بستيز. أوكي هاي أم البيس. ملخص العرس هي قدامكم تمام. فشو اللي صار؟ كيف ولعت الدراما هاي؟ كيف صار الموضوع؟ صح صورت فيديو مع برهوم عن الموضوع، بس مع هيك كثير ناس حكولي اشرح الموضوع انه بتسلسل واضح، فاشرح لك تسلسل الاحداث. هلا قبل ما العرس يبلش بيسان كانت بتنزل ستوريات وهي بتتجهز للعرس ولا كانه في شيء. هي اسمع كلها شغلات كثير مهمه بالقصه، اوكي كثير حتاثر عليك وعلى فهمك للقصه. صراحه كثير متحمسه اني اورجيكم اللوك. استنوا الفعاليات. لكن للاسف ما كان في فعاليات، التجهيزات كانت اخر فعاليات بتعملها بيسان. حرام حرام حرام. فخلينا نحط اقوال بيسان عشان انا ما اكون عم بحكي اشي انا، اوكي انه اقوالها ضد اقوال. اوكي هاي حبايبي كيفكم شو الاخبار يا جماعه، الكل عم يسالني عن اللوك اللوك اللوك. برو لو تشوف بنت قاعده بتشيل الميك اب تبعها وبتحكي على كاميرا، ما في اشي كويس راح يطلع، ما في اشي كويس راح يصير بالمره. القصه ما فيها اني انا شفتهم قبل بكم يوم وانعزمت. بيسان بتحكي انه شافت غيث وساره قبل كم من يوم، وهاد كان ب انا نقول مبروك لاحلى عرسان. الله يبارك فيكي. فهي كان قصدها عن هون بالحفله، هي شافت غيث وساره وحكت انه عزمها هون. هلا ما في شيء بين بالستوري، بس يعني هي ستوري معبره كثير. هلا بينا بعض. الله يخليكم لبعض. ضحكة التسليك اللي صار، لا لا مؤلم الاشي. ما بتحسوا بهاي الشغلات لما تصوروا؟ تسليك. فبيسان قصده عن الحفلة هاي انه هون عزمها غيث، اوكي وما في اي اشي بحكي او لا ما بنقدر نحكي يعني صراحة، بس انه خلينا نكمل. القصة ما فيها اني انا شفتهم قبل بكم يوم وانعزمت، رحت لهنيك زبطت حالي، زبطت الفستان وكل شيء كان تمام. رحت مع شخصين، اشرح لك انا عشان هي بتحكي ببطء كثير، هي في مشاعر بالحكي تبعها. فهي بيسان وصاحباتها تنتين النثريات وصلوا عرس غيث، الصاحبات دخلوا، بيسان ما دخلت. نعم يا سادة، امسح الابتسامة. اسمع جد ما بتوقع الموضوع، بس يعني سكيورتي قال لي انه انا ممنوع افوت، ففكرت في شيء غلط او هو ما فهم علي، فالشخصين اللي معي فاتوا وانا ما دخلت. اوكي فالسكيورتي حكى لها لا ممنوع تفوت، نو انتري. فعرس غيث يعني بالبدايه لما انا جيت مثلا كان السكيورتي على الباب بدور عن هاي اللي هي الانفيتيشن، اوكي وخلص بفوتك. فالسكيورتي حكى لها ممنوع تفوت. بعدين بعد شوي بيجيني تليفون من جوا انه انا ممنوع ادخل بالاسم، ما بعرف ليش. فاقوال بيسان انه جاها تلفون من جوا العرس كمان حكى لها ممنوع تفوت بالاسم، اللي هو شوي غريب يعني ما عم بكذب فيها، بس يعني كيف في حدا جوا عرف انك برا صح؟ وبس حابه اقول اخر كلمه لتامر حسني انه انت جد فنان عظيم وما خجلت حدا مهما كان ظروفك. شو؟ ايش؟ وبس حابه اقول اخر كلمه لتامر حسني انه انت جد فنان عظيم. ايش دخل تامر حسني؟ ممكن انه بتطخ على غيث بالعقل عشان بدهاش تحكي اسمه، بس انه واضح اقسم بالله انه سوالي في السوشيال ميديا صايره معقده. المهم وائل كفوري شخص عظيم كثير نكمل. يا سيدي طيب صار هاي القصه واشتعلت السوشيال ميديا، اوكي كل حدا كان بيحكي بالموضوع عشان اللي مبين قدام الناس انه بيسان تحضرت وكانت عادي مصور ستوريات وهي بتتحضر عادي زيها زي اي شخص، وراحت وما دخلوها، فكثير تنكيسه بالنسبه لها صح؟ فبنفس الوقت في صاحب لغيث واخت غيث نزلوا هاي الستوري. لما نعم نو انفيتيشن نو انتري. كثير ستوري غريبه جد، ستوري غريبه تنزل. يا
No invitation, no entry, ها؟ No invitation? No entry. No invitation, no entry. ما تمسحوا الموضوع بوجهها حرام. هاي الستوري تحديدا خلت كثير ناس تشك انه لما اخت غيث هي اللي ورا الموضوع، عشان يعني كيف عرفت بالموضوع الا لو هي لها دخل بالموضوع. هلا بدي اتعمق بالموضوع اكثر باخر الفيديو، بس يعني هلا عم بشرح تسلسل الاحداث. المهم ولعت السوشيال ميديا، كل حد كان بيحكي بالموضوع، غيث ما كان عم برد، ولو جد ما في اشي من طرفه انا بشوف هذا قرار صح انه ما يرد على الموضوع اصلا. بس اخر اشي رد. هل فعلا هي كانت معزومه؟ في حدا منعها انها تفوت على الحفله؟ لا والله ما كانت معزومه، بس انه مش لسبب شخصي، بس انه ولا مره طلعنا انا وبيسان تغدينا او انه طلعنا كجروب، وما بتذكر هذا الشيء صار. فانه لو كان معه كرت دعوه اكيد السكيورتي كان حيدخلها. اوكي يا سيدي، فهذا رد غيث على الموضوع انه ما في اشي شخصي، هي ما كانت معزومه، بس لو كان معها هذا الاشي اللي ورجيتكم اياه على التلفون كان فوتوها عادي، عشان السكيورتي ما كانوا عرب، فما اظن كانوا بيعرفوا مين الشخص اللي قدامهم، بس بيشوفوا انفيتيشن بفوتوا خلص. اوكي، وكثير سلس الموضوع. ستوب قبل ما تكملوا الفيديو، سبسكرايب الآن خلينا نوصل 3 مليون. أنا بالنسبة لي ما في شيء بيني وبين بيسان، أو ما إلي شيء مع بيسان. يعني بيسان أنا شفته مرة بس، يومها شكله صار في سوء تفاهم وأنا ردت فعلي كانت غلط، انقهرت. أنا صراحة ردت فعلي طلعت من قهري. أوكي يا سيدي، فبتحكي إنه هي بعد ما شافت ستوريات بيسان نزلت هذا الموضوع، نزلت إنه no invitation no entry، ستوري المسخرة هذيك. ولو كانت حابة تدخل وبدون ما يصير هالقصة وتكبر، كان فيها تتصل لي أو تتصل لسارة أو تتصل لأي حدا من قرايبي أو لأصحابي، وأكيد أنا حدخلها. فغيث بيحكي إنه مش منطقي لو عرف بالموضوع إنه ما يفوتها. الموضوع كثير كبر، وصراحة بس حاب أحكي هاي الشغلة، هاي الدراما جد مش حلوة. شو ما يكون اللي صاير، شاب يوم عرسه هذا، أوكي؟ يعني إشي ما بتكرر، إلا لو حاب يتزوج 4 لبعدين عادي، أنا أدعم القرار. غيث روح طالعة. فمزح طبعا، كله مزح. بس فاهمين علي انه يوم مهم بحياته، يوم ما حيتكرر، يوم الهدف منه فرحه، فانك بدك تيجي تنكد على الشخص بهذا اليوم. يعني حتى لو جد صار مشكله افتح الموضوع بعدين، مش بيوم العرس. بيسان اسماعيل ترد الان على تصريحات غيث مروه، خلينا نشوف. اوكي، صدقا ما كنت حابه اطلع بهالستوري. اوكي، وبالعاده لما ما احب اطلع بستوري ما بصور الستوري اصلا، تخيل. فوق ما الموقف اللي انحطيت فيه اللي عن جد ما بتمنى لعدوي، فوق كل هاد انا عم بتكذب. شوفوا صراحة شوي بتعاطف معها، عشان نحكي جد صار معها الموضوع وبعدين لقت صار يطلع على السوشيال ميديا الموضوع، ساعتها منظرها مش حلو صار قدام متابعين، وهي لازم تحكي، ولما تحكي ساعتها كمان ببين منظرها مش حلو، انه ليش بعدك بتحكي بالموضوع؟ عرفت علي؟ فانه بتعاطف معها من هاي الناحية. تمام، انا شفت غيث وسارة قبل بكم يوم من عرسن، وانا طبعا مو اول مره بلتقي بغيث، انا غيث بعرفه من شي 3 سنين، والتقينا وصورنا مره فيديو على قناته، عزموني مثل ما عزموا كتير ناس هنيك على الحفله. يا سيدي حفله نور ستارز كانت 6 ايام قبل العرس، بس حاب احكي هاي الشغله. اوكي، بس لو غيث عزمك 6 ايام قبل العرس بحس كثير عزومه مره كبيره. ماشي، عم بحكي رايي الصريح هون يعني، بس كمان لو جد غيث عزمها وقتها بالحكي، انا بشوف انه الزلمه مربوط بكلمته، فحتى لو عزمها حكي هو مربوط بهي الكلمه، ساعتها بصفي الموضوع عيب انه ما فوتها. لو جد عزمها حكي، بس انه اعطوني اثباتات، اعطوني اثباتات. ومشان موضوع ساره اني انا شفتها، بصراحه معك حق، انا شفتها فعليا، بس انا ما كنت حابه اجيب هالسيره مشان ما اذيها، وما بدي اقول انه هي بالذات اللي رفضت دخولي على الحفلة. اوكي، تصريح قوي جدا صار هون. ماشي، فغيث كأنه حاكي انه هي شافت سارة وهي فايتة وعادي ما حكت لسارة اشي انه هي مش راضين يدخلوها وهيك. اوكي، فبيسان هون بترد بتحكي انه هي ما حبت تحكي لسارة عشان ما تضايق سارة بيوم عرسها، وهي عارفة انه سارة هي اللي ما خلتها تفوت. نعم، تصريح كثير قوي. شوف، لو مش حابة تضايقيهم بيوم عرسهم ما بتعمل هالقصة الكبيرة بيوم عرسهم. يعني صراحة أنا ضد إنه هيك موضوع يطلع على السوشيال ميديا أساسا، يعني سواء من طرفها ولا من طرف لما، إنه حدا يلمح على الموضوع أصلا. إشي صار خصوصية، إشي محرج نحكي، خلاص ما تطلعوا. بس إذا حيطلع وحيطلع، يطلع بعد أسبوع من العرس، مش يطلع بنفس يوم العرس والناس بعدها بتحتفل بالعرس يطلع هذا الحكي. لقيت سارة جاي من وراي، هي سلمت على الأشخاص اللي معي وأنا عملت حالة مو شايفتني تماما، صرت نادي لها سارة سارة، طلعت فيني بهالطريقة، بهالطريقة بالضبط. أنا هون عرفت وفهمت إنه أنا مش مرحب فيني بهالحفلة. أوكي،
ليش بتصير معكم شغلات محرجة وبتحبوا تحكوها؟ ليش يعني؟ ما بحسه موقف ما بحب أشاركه مع ناس لو صار معي. أوكي، لنفترض أنتوا اندمتوا إنكم عزمتوني أو خجلتوا whatever، كان فيكم بكل بساطة تبعتولي مسج بأي حجة كانت وأنا حأتقبل وحأقدر ظروفكم اللي أنتوا فيها. طيب أوكي نحكي بعقلانية هون بيسان. أوكي، ما بعرف ليش قاعد بحكي مع فيديو لبيسان، بس يعني أنت توقعتي منهم يبعتولك مسج يسألوك عن الموضوع، يحكولك إنه إحنا مش حابينك تكوني هون أو أبصر شو أو إلخ إلخ إلخ. طيب أنت صار معك الموضوع هذا، ليش ما فكرت تبعتي لهم مسج تحكي لهم اللي صار معك مش العكس؟ فهمت شو غايتكم من هالحركة، لهيك طلعت ووضحت بكل صراحة. اوكي، فهي بتحكي انه الموضوع عبارة عن مؤامرة وانه كل شيء صار لهلأ كان مدروس، فهي عشان هيك راح طلعت حكيت بالموضوع بصراحة، عشان انه طلعت حكيت بصراحة، انتم ما توقعتوا هيك عامل. حركة قوية تمام صح. قبل ما تكملوا كثير سألتوني عن هاي الشغلة، انا وعدتكم اني اوزع ايفونات على انستغرام لاخر السنة وهي وصلنا 700,000، فبدي اختار رابح من هذا البوست الفيديو الجاي، وهي الانستغرام تبعي، روحوا تابعوني، لاف يو جايز كثير. المهم غيث صح حكى انه ما عمره تغدى مع بيسان وابصر شو ابصر شو. اوكي، راحت بيسان نزلت هاي اللقطة على الستوري عندها. هالمرة قلبي قلبك لقلبي خربت الغنية. هاي لقطة من 3 سنين لغيث وهو متصور مع بيسان، وكتبت انه هاي من 3 سنين لك عشان تورجي انه هي من زمان تعرفه. اوكي، انه هو قاعد بعك بخلط. اوكي، فغيث كتب هذا الكومنت واللي هو: توضيح، لم يتم عزيمة بيسان لا شفهيا ولا عن طريق المزح ولا حتى في حفلة دور. كثير بضحك انه التوضيح باللغة العربية الفصحى. اوكي، بس يعني توضيح ثاني، انا متاكد انه بكره راح تطلع يا اما بفيديو يوتيوب او بشي مقابله تالف قصه ثانيه الله اعلم شو هي. توضيح اهم، ما راح ارد مره ثانيه على الدراما، انت عملتيها من ولا اشي بين قوسين. المهم مبروك طلعت ترند مثل ما كان بدك، وهلا خليني انبسط بزواجي لو سمحتي. وانت ممكن تفكر انه القصه خلصت، بس لا ما نوب ما بتخلصون. فيا سيدي غيث نزل هدول الستوريات اللي بطخ فيهم بالعقل على بيسان. يا رب اطلع ترند بالعقل على حساب الفنادق. هلا شوفوا تاريخيا غيث عنده شغله انه لما يجي يرد على شغله برد عليها كثير هيك، نحكي طريقه سكتش اكثر من انه طريقه عاديه تمام. فهون قاعد بدعي انه يطلع الترند على حساب الفنادق، اظن انه قصده انه هي بتدعي انها تطلع ترند على حسابه. شوف انا ما كنت بدي احكي بالموضوع عشان ما اذي صاحب الفندق. اوكي، زي ما حكيت هي عشان ما تاذي ساره، مشان ما اذيها. اوكي مان، عمق عمق. بس يعني صاحب الفندق شافني وقال لي انقلع، قال لي ممنوع تفوت. سوري. اوكي، بضحكه صراحه بضحكه. اوكي، فبحكي انه هي ما كانت بدها تاذي ساره، بس هي اجت وساره قلعتها، فعشان هيك طلعت حكت بالموضوع. هذاك الاشي اللي حضرناه اللي كان عشوائي كثير صراحه. بيسان كثير مكبر عقلها وحكت بادب وسكرت السيره وقعدت تشتغل على حالها واشترت بيت الله يبارك لها فيه. هالصايع عجبه الموضوع والترندات والمشاهدات، فقال يلا اكمل الدراما. شوفه منطقيا يعني، ما بحس غيث عليه ترند كفايه بسبب العروس يعني، فانه ما بحتاج يجيب كمان ترند على المشاهدات يعني. هو مو قال بده ينبسط بزواجه، ليش رجع يفتح السيره؟ معناها هو مبسوط بالدراما اللي عم بتصير. الاعتذار شيء حلو بنفس الوقت يرفع قيمة الشخص، يعني شو صار لو اعتذر لبيسان؟ اوكي، احكي لكم رايي بالسالفة ماشي. صراحة سالفة للبيع جدا. اوكي، موضوع بحسه قد ما هو زنخ يفترض ما ينحكى فيه، انه عيب ينحكى فيه اصلا الموضوع، انه موقف صار خلاص عيب ينحكى فيه، قد ما مش موقف حلو ينحكى فيه بالمرة. اوكي، هاي اول اشي. اثنين، ما بعرف مين معه الحق صراحة، ما في اشي واضح يعني، ما في اشي 100%. بس شغلتين، هلا بيسان صار معها هذا الموقف، ما بتوقع منها تروح تحكي على السوشيال ميديا، انه ليش تاخذ موضوع زي هيك على السوشيال ميديا الا لو بدك تعمل قصة، عشان كان ممكن ينحل مسجات وحكي وخلص ولا كأنه في اشي. بس كمان اخت غيث راح طلعت بستوريات وزي نرفزت بيسان، ما بعرف لو هم بعد ستوريات بيسان ولا لا. لو هي نزلت هديك قبل ستوريات بيسان انا مع بيسان انها تنزل، بس على حكيها هي نزلت بعد، فهون انا بصفن بتصرف بيسان، انه ليش تطلع تحكي من الاول، ليش تصرح الموضوع كامل من اول اذا كان ممكن ينحل بحوار شخصي الا لو في قصه ورا الموضوع. اوكي، بصراحه انا بلوم الشخص اللي بلش، يعني الطرفين بعرفهم شخصيا صراحه، بديش ازعل اي طرف منهم يعني، بس انه انا بلوم الطرف اللي بلش. هاد يومهم عرسهم شيء كثير مهم بالنسبة لهم، مش حلو أي حدا يبلش دراما بهذا اليوم، مش حلو تاخذ الضوء منهم، تاخذ الضوء من عرسهم، أبدا مش حلو الحركة. وبس والله، أنتوا احكوا لي آراءكم بالتعليقات، أنا موقفي شوي صعب تحديدا بهذا الموضوع، أحكي رأيي. بس والله، see you guys.